أثناء جولة استطلاعية للقبس الإلكتروني في مباراة جماهيرية جمعت القادسية والعربي ضمن منافسات دوري كرة السلة، لوحظ الانحسار الشديد في الحضور، واتفق من التقتهم عدستنا بأن السبب وراء ذلك هو غياب المحترف الذي ترتب عليه ضعف المستوى والحماس في الملعب. يرفع لك مستوى اللاعب، يعني انت عندك لاعبين يعني مستواهم ما شاء الله زين، لكن في لاعبين يعني مو كل مستوى واحد، بس انت بحاجه الى لاعب محترف يرفع لك المستوى بالفريق، يعني مثل ما كان قبل موجود. تدوي حوام، لا جمهور حضور لا شيء، احنا لا سمح الله احنا قاعدين نباطقات سلعه وبباقه قويه، لا جمهور لا شيء. اذا المحترف خسر النادي ليش نلعب اصلا الرياضه بالاساس؟ ليش حاطينها؟ كان اللي برا ما قالوا المحترف يخسر النادي، كاهم مراكز وهذا بالقدم بالسله جميع اللعبات، ما قاعد اتكلم عن لعبه معينه، بس المحترف هو الاساس بكل اللعبات. لا الاحتراف مطلوب الاحتراف، وبالعكس تشوف ايام قبل الاحتراف، تشوف ايام الاحتراف وتشوف ايام الحين. ايام الاحتراف الجمهور فل احصاب وشخصيات تدفع وشخصيات تكرم، اما الحين لا ما في شيء، طاعه الصاله ما في احد. ومحترفين كان شفته العام كان التنافس قوي، كان كاظمة وكان الكويت وكان القادسية وكان قوي للمحترفين، حتى الساحل بعد نذكر من سنة أو سنتين كان قوي للمحترفين، والجهرة بعد نفس الشيء،